أهلا بكم من جديد. مع ما تعيشه الكثير من الأسر الفقيرة من أوضاع معيشية صعبة، تزداد معاناتهم مع استمرار توقف صرف الضمان الاجتماعي، ما يراكم من المعاناة وحالات الفاقة. نتابع هذا التقرير. في وقت تعاني فيه معظم الأسر اليمنية من تردي الأوضاع المادية وسوء الأحوال المعيشية، فإن أكثر من 1.5 مليون أسرة تكابد بمرارة من أجل البقاء، من أجل الحصول على القوت اليومي، خصوصا بعد انقطاع مستحقات الضمان الاجتماعي التي كانت تصرف لهم، وعلى الرغم أنها مبالغ زهيدة إلا أنها لم تصرف منذ ما يقارب 8 أشهر، لتزداد معاناتهم قساوة وبؤسا. ولا استلمت ولا من ليم، أنا اسمي مسجل أنا كنديود وصرفوا لي كرت وما ادوليش معاش. بقول لك قدال أنا غملك سنة من أول الحرب. أيوة. وعليها ما قد اتجاش. كم كان يسلم لكم؟ كان بيسلموا لي 10 و800. والآن؟ والآن ولا عاد شيء. طالبناهم قالوا ما تدوش ما تدوش ما بيدوش، قالوا ما بش. فلتني خلاص ولا عاد سرنا ولا جينا. ظروف صعبة وأوضاع لا ترحم أضافت أعباء كبيرة على يومياتهم، فأسر تعاني من إيجار المنازل وأخرى تواجه صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش، ربما معظمهم بدون عائل أو عاجز عن العمل، أي لا يوجد دخل، يوميات لا تطاق، الوضع بات كارثي. حالتنا حالة، لو تدرين حالتنا كيفي؟ تعباني. البيت ب20، إيجار ب20، وستة جهة، ورجل تعب مريض فوق الذي السرد ما بيقومش له سنة في الشلل كامل. وعلى شيء ندور حتى ندور حتى من هذا وندور لنا لقمة ونبعها الوضع اللي لا معنا حق قاس ولا معنا حق دقيق ولا عاطلين على العمل، لا مصانع لا شركات لا غاز لا محلات، واقفين. لو دربي ابني كيف حالتنا عند الله، ومعي شيبة معوق قلت له 5 سنين في جلدة في الدماغ، مستاجرين ب15,000. من دور اللي صحت وادور اللي فتكها كني ابني. أثناء نزولنا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية، رفض الجميع التصريح حول متى ستزول قمة الأسر الفقيرة التي تستفيد من رواتب الضمان ومتى ستطلق، وبالتالي فإن الوضع الإنساني لدى كثير من هذه الأسر في وضع لا يحسد عليه، وعلى حافة الهلاك تنتظر رحلة الإنقاذ التي تبدو إلى الآن كسراب. نظم طلاب الدراسات العليا بكلية الطب وقفة احتجاجية أمام مبنى الدراسات العليا بجامعة صنعاء على خلفية الرسوم المضافة والتي تفوق قدرة الطلاب في ظل هذه التعقيدات. نتابع. لم تؤثر الحرب في اليمن فقط على العملية التعليمية في المدارس فحسب، بل طالت حتى الجامعات وانعكست سلبا على مسارها، ولكن المشكلة التي نحن بصدد تناولها في هذا التقرير هي معاناة طلاب الدراسات العليا بجامعة صنعاء، والتي تفاقمت كثيرا منذ اندلاع الأحداث أواخر مارس الماضي. 4 سنوات ونحن في الماجستير، كم الماجستير في اليمن؟ يعني الأصل 3 سنوات، يعني لنا الآن 4 سنوات في التمهيدي وحتى بدون نتائج، لم يتم حتى اعتماد نتائجنا في محضر الكلية إلى الآن، وبالتالي نريد من الجهات المختصة والمسؤولة عن التعليم أن تعطينا ربع أو 10% مما تعطي الدول الخارجية للطالب اليمني المبتعث إليهم، أعطونا فقط 10% من اهتمامهم، فاهتموا بالتعليم العالي وانظروا إلى هذه المشاكل العويصة التي بسببها سنترك التعليم من أساسه. هنا بجامعة صنعاء وأمام مبنى الدراسات العليا وقف العشرات من الطلاب والطالبات هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بوقف بعض المظالم التي طالتهم بفرض أعباء ورسوم إضافية عليهم نتيجة توقف العملية التعليمية مؤخرا. الطالب يدفع غرامات مالية في الفترة التي تم فيها تعليق الدراسة، كلنا نعلم أن الوضع الحالي للأسف الشديد هو أجبر الطالب أنه يتوقف عن الدراسة، سواء كنا نزحنا أو لم ننزح. إذا كانت توقفت الدراسة بقرار يعني رئيسي أو بقرار عام على الكل، فكيف الطالب يأتي ويدفع رسوم؟ مقابل إيش يدفع الرسوم هذه أو الغرامات؟
المشكلة الأخرى أنه تم تعليق معاملات الطلاب وخططهم بحجة أنه لا توجد ميزانية لمستحقات الدكاترة أو المشرفين، فهل يتحمل الآن الطالب هذه الميزانية اللي يفترض، هل يدفع الطالب ميزانية الدكاترة؟ يعني أين تذهب مستحقات الدكاترة؟ يأمل طلاب الدراسات العليا النظر إلى مطالبهم المشروعة حد تعبيرهم، موجهين رسائلهم إلى كل المعنيين ومن يهمه الأمر. نوجه رسالة إلى الأب الوالد رئيس الجامعة وإلى دكاترتنا الأجلاء وإلى كل من يهمه الأمر بأن ينظروا إلى مشاكلنا، بأن ينظروا إلى مظلمتنا. 4 سنوات في التمهيد يا الماجستير، خططنا تقدم قبل عام ونصف إلى الآن لم يتم مناقشة سمنارها. هذا ظلم أظن لا يحدث في أي دولة، لا عربية ولا أجنبية ولا حتى لم يحدث ربما في العالم. 4 سنوات في تمهيد الماجستير وبدون شهادة. الرسالة الثانية لأعضاء هيئة التدريس أن لا يتم استغلال الطلاب باسمكم، باسم أعضاء هيئة التدريس، باسم مستحقاتهم. الرسالة الثالثة لرئاسة الجامعة أن تراعي وضع الطلبة خاصة ونحن نمر بظروف صعبة. لم نجد أحدا من المختصين المخولين بالحديث لنطرح عليهم معاناة المحتجين من الطلاب، ولم يعد الطلاب هنا قادرون على التفرغ لبحوثهم ودراستهم بقدر همهم وتفرغهم لتلك الرسوم المكلفة التي ألقيت على عواتقهم، ناهيك عن عدم قبول الدكاترة والمشرفين في الجامعة مناقشة رسائلهم الدراسية إلا بعد دفعهم لرسوم لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وهذا هو لسان حالهم. بعد أن كانت جريمة كبيرة يعاقب عليها القانون وهي إصدار أي أختام بدون إذن رسمي، اليوم أرصفت الشوارع تعج بأختام الجهات والمناصب بسعر 2000 ريال فقط وبدون رقابة أو محاسبة. على طارعة الطريق في حجة تباع هذه الأختام بمختلف أشكالها وأحجامها ومسمياتها المهنية. في أي مكان، مش إلا في حجة، في صنعاء، في أي مكان، ما بش رقابة نهائيا، معدومة تماما. أهم شيء إذا في معاه حق الخصم بسرعة في الشوارع يفعلوها، ما بش أي كلام. أختام أخرى وجدناها تباع ببعض مكاتب المدينة، أخبرنا أصحابها أنهم يبيعونها بالطرق الرسمية والقانونية تماما كما أخبرنا من يبيعها على الرصيف. أنك تأخذ بموجب ورقة أو توجيه من الجهة المختصة، من الجهة تعميم من شؤون القبائل للشيوخ، من المحكمة الأمناء، من الجهة المختصة. لا يتم أي قطع أي ختم إلا بأوراق رسمية، على الأقل صورة البطاقة إذا وكان شخصي، أما رسمي ما بلا أوراق رسمية من الجهات المعنية. أي إنسان يشتري ختم يأتي للناس طبعا بوثيقة رسمية إذا كان شخصي، إن بطاقته على أنه باسم هذا الشخص. إذا كان يشتري شيخ أو عاقل إن وثيقة من شؤون القبائل على أنه شيخ أو عاقل. إذا كان يشتري أي مكتب ولا أي جهة أخرى ضروري يدينا فيها ورقة رسمية. الطريف في الأمر كما أخبرنا البعض أن ختما وجد بحوزة أحدهم يحمل صفة رئيس الجمهورية، ولم يستبعد أن يجد يوما ختما ما تحت أي صفة في ظل غياب الرقابة. في ناس أيضا يقطعون، في ناس يقطعون فينا خصوصا في صنعاء، يعني يقطعون في الشوارع مش في أي حاجة. لا أي مهنة، لا أي وظيفة، لا أي وظيفة. في ناس بيع نفوس يشتغلوا هذا في أي مكان، أهم شيء الزلط وغياب الرقابة، ما فيش رقابة وكل شيء يمشي، أما إذا في رقابة وفي إلزام ما في، يعني ما يقع ولا حاجة. يقطع لك تحت أي منصب؟ لو أنت شي احترى الجمهوري في هذا الوقت حاليا، يعني ما يستبعد لك شيء إن في واحد صاحب أختام يقطع لك لشخص مجنون كرئيس جمهورية، يعني حاجة ما تدخل شي العقل، ما مش ممكن. في أغلبية الناس اللي يقطعوا الختومة، يعني في صنعاء، في تعز، في الحديدة، في أي واحد يجي يشتري ختم يقطع له ختم، أهم شيء إنه يحصل على مادة يقطع له الختم. في ظل غياب الرقابة ليس من الغريب أن ترى وتسمع بحجة وبغيرها من محافظات الجمهورية أمورا كان حدوثها في السابق أمرا مستحيل. فؤاد رزيقي لبرنامج منتصف الأسبوع.